بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي، أهلا ومرحبا بكم، ومعكم على وام معلق رياضي محمود بكر، حيث لقاء النادي الأهلي 12 نقطة مع نادي غزل المحلة 4 نقاط. هذا اللقاء ضمن لقاءات الأسبوع الثامن من المجموعة الأولى وعلى استاد القاهرة. طبعا هيئة المحللين مع كابتن أحمد شبير، يعني ما سابتش حاجة، كله اتقال، وهنقول على طول مرة تانية برضو تشكيل الفرقتين. الأهلي شريف إكرامي، قدامه رامي ربيعة باك يمين، وائل جمعة وسعد سمير وسيد معوض في الشمال، نص ملعب عبد الله السعيد وشهاب أحمد وحسام عاشور وأحمد شكري، قدام احمد رؤوف متجنه نمرته 21، هل هي 21 سعد ولا لا، ورمضان صبحي. اما غزل المحله المهدي سليمان لحراسة المرمى، محمود ناجي وعمر رمضان واسلام صيام ومحمود بزيد خط الظهر. اسلام صيام ده ابن الكابتن صيام رئيس لجنه الحكام السابق والحكم الدولي. حسام عرفات ومحمد رزق ومعتز محروس وشهاب الدين محمد والحسيني الحسيني، وقدام سعد مندو. بيحكم هذا اللقاء طاقم بقيادة إبراهيم نور الدين الحكم اليوم، ومعاه تحسين أبو السادات ومحمد لطفي، والحكم الرابع سعيد حمزة. النهاردة الأهلي ربنا برضو بيديله، النهاردة المقاولين اتعادل فبقى عنده 15 نقطة، وكمان الاتحاد اتعادل مع سموحة اللي كانت داخلة، بقت سموحة كمان 13 نقطة. إذا الأهلي يفوز النهاردة ينط يمسك حتته اللي بيحبها اللي هي المركز الأول. هل المحلة هتسيبه ولا لأ؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. وبعدين الأهلي النهاردة بيلعب في مثل كده يقول لك إيه، التالتة تابتة، يعني واحد اتضرب مرتين يقول له التالتة لأ يا عم. فهو اتضرب من المقاولين واتضرب من الداخلية، النهاردة يعني هيتضرب من غزل المحلة. هنشوف ايه الحكايه، احنا ما نقللش من غزل المحله، فرقه كويسه وليها احترامها ومن الاقاليم، واحنا بتوع الاقاليم نتمنى لها كل التوفيق ان شاء الله. انما هنشوف غزل المحله اهي على يمينك بيزيو اللبني الجميل، والاهلي على شمالك، وبعدين الكابتن محمد يوسف يا عيني معاه مجموعه هم يشيل ده ويحط ده. يعني ما تشوف البدلاء النهارده، هتبص تلاقيهم البدلاء اللي كانوا بيلعبوا الماتش اللي فات وحش، يعني مثلا مانجا راح قاعد، ما جابش حد من بره، ما عندوش احتياط يجي مؤشيد، ما هو قاعد نجيب، ما هو قاعد عمرو جمال، ما هو قاعد، يعني مسكين بيقعد يقلب في اوراقه، يعني واحد قاعد وواحد ما بيجريش وحاجات كده، ربنا كده نشوف ايه الحكايه. بس عاوز اقول حاجه بقى لهيئه المحللين، معلش النادي الاهلي اخطا، لان كان لازم يعمل احلال وتبديل. الكابتن خالد بيومي قال حسام غالي، طالما انا عارف ان حسام غالي مشي وده مشي وده هيعجز وده هيعمل وكده، انا فين؟ فلازم نقول كلمه حق الصراحه. التخطيط في النادي الاهلي في الاونه الاخيره اهتز بشده، لان الفرق بتاعت الكبيره لازم المسؤولين عنها يعملوا احلال وتبديل، ومشوار شغال، مش اوصل لمنطقه الصفر وبعدين ارجع تاني ولا نادي بطوله، طبعا صعب صعب صعب. نشوف ماتشنا بقى مع بعض، والاهلي 12 نقطه وغزل المحله 4 نقاط، وتتلعب الكوره عند رامي ربيعه، اتظلم في الحته دي رامي ربيعه مش حتته ومخنوق فيها، وفاول وضربه حره مباشره على عامر رمضان ضد عبد الله السعيد. ادي شهاب الدين محمد وفاول على شهاب الدين محمد. تتلعب الكره على طول، وبعدين انت تعرف الفرقه بقى عاوزه تلعب بسرعه ولا هتعمل ايه. الاثنين محموقين واخدين دش من المدربين، اشرف قاسم لسه ماسكهم تاني مباراه، محمد يوسف 100% يعني حمس الدنيا كلها، فهتلاقي اول دقيقتين كده كر وفر بقوه من الفرقتين، وكان ايه يعني موسم جديد بالنسبه لهم. لهم حق، واحد عاوز يلعب على البطولة والتاني عاوز يهرب من تحت، وحنشوف ايه الحكاية النهاردة في ظل لقاء الاهلي وغزل المحلة. ضربة حرة مباشرة لغزل المحلة تتلعب على طول امامية، وائل جمعة لا غنى عنه في هذا المكان. طب وبعدين؟ هو برضه لازم الناس تفكر، اللي جاي بعديه مش هو، واللي بقى تشتري بقى ولا ايه الحكاية؟ في سنترافات كتيرة قوي حلوة، تتلعب الكورة ولا لازم اشتري فيرود بس؟ تتلعب كوره لحسام عاشور، ترجع له مره تانية على طول لرامي. في هنا حركه، بص حضراتكم بقول لكم التالته ثابته، لو احنا جبنا اول خمس دقائق من بدايه الاهلي الماتش اللي فات مع الداخليه نلاقيه كان نايمين. النهارده الاهلي
وروح الفانيلا الحمراء هي دي بقى الميزه بقى اللي هي معيشه النادي الاهلي لما بيكون وحش. روح الفانيلا الحمراء بصرف عن نظر اسم اللعيب ايه وتاريخه ايه وهو بيعمل ايه هي اللي بتنقذ الموقف دايما. فالنادي الاهلي النهارده بنفس اللعيبه بس روح الفانيلا اتغيرت اللي كانوا ناسوها الماتش اللي فات. هنشوف ايه بالظبط الحكايه. تتلعب الكره لشهاب ترجع ورا عند سعد دلوقتي الجمعه وطبعا غزل المحل خايف فبدأ يكش في نص ملعبه. شكرا أشرف قاسم بتدي فرصة للأهلي إن هو ياخد الثقة عليك ودي مشكلة أندية الأقاليم. النهاردة كان الأول يقول لك يا عم جمهور النادي الأهلي بيخوفنا. طب ما فيش جمهور يا عم، كان في الخطيب وكان في مش عارف مين، طب ما فيش وما فيش للصبح، خايف ليه؟ هي دي المشكلة بتاعت الأقاليم، ألوان الفنلات بتصبغ على اللعيبة. سيد معوض يعدي وتحرك بدون كرة حلو قوي هناك عند شكري، وبدل ما يرفع برضه عاوز يرقص وتطلع كرة ضربة ركنية. النادي الأهلي في الحتة الأخيرة ما بيلعبش بالحركة، يعني شكري كان شال كان كله بيتحرك، الدفاع بيبقى لسه ما خدش وضعه، إنما حكاية التليفون دي ما ينفعش. خلي بالك أنا هرفع لك، خلاص الدفاع خد وضعه وبالتالي بقت صعبة. ضربة ركنية للنادي الأهلي، أول ضربة ركنية، وطالع وائل جمعة أهو وضربة ركنية، وآدي أحمد رؤوف وتتلعب الكرة عالية يلاقيها في وشه عمرو رمضان، تنزل في نص الملعب على طول وتخبط وتروح هناك برا الملعب تقريبا. الناشئ رمضان صبحي لسه مش واخدين على الستايل بتاعه، جسمه كويس وبيقولوا عليه كويس، والكرة بتاعته تروح مش كويسة، وضربة مرمى لغزل المحلي. المهدي سليمان كان طالع جامد قوي مع انبي، ما تعرفش راح نازل نازله واحده تعرفش ازاي. المهدي سليمان وضربه مرمى لغزل المحل على طول اماميه تعدي كوره. والنهارده بقى شفت التعليمات بتاعت محمد يوسف قايل ياخد رامي ربيع على جنب كده يقول له رامي غطي وائل وسعد تعرفهم من الصراع، فانا عاوزك تغطي النهارده. مدرب الواعي بيعمل كده مع الناس بتوعه. ادي اهو النبي وائل جمعه بخبرته يا دوبك حصل الراجل ولطشها. الناس كلها بتحاول دلوقتي تخترق الاهلي من العمق، هنشوف وائل جمعه بخبرته النهارده. وعلى طول يمشي بكوره على طول صبحي وماشي رجلي حلو. الله يا راجل جات لك اهي ما انتش عاوز تروح الكوره مره تانية ولا عرضيه، ما انتش عاوز تتخطف مره تانية. ده رؤوف تلم كره رؤوف ويطلعها، اداء للاهلي يقول لغزل محل لا اسف النهارده الماتش بتاعي. هنشوف تتلعب كره وادي حسام عرفات يطلع له محمد بزيد يلم بزيد وفاول على النادي الاهلي على رامي ربيع محمود بزيد. والحته دي مش بتاعه رامي، مزنوق ده راجل بيلعب في نص ملعب او سنتر هاف، اما تلعبه في الحته دي يتخلق ما يعرفش، انما ما بيلد حيله بقى. احمد فتحي مصاب ومانجا كان كسلان، فالنهارده رامي ربيع بيلعب وعنده فكر هو يغطي كويس ويقدر يستفيد بتغييرين يدخله جوه الملعب هاف او سنتر هاف. التعادل بدون اهداف واول خمس دقائق من الشوط الاول، وتعادل الاهلي مع غزل محله بدون اهداف. تنزل الكوره عند حسام عرفات تروح لمحمود بزيد، محمود بزيد لعرفات ورمي التماس لنادي غزل محله. رامي تتلعب الكورة عند سعد ماندو، معرفش جاب ماندو منين، وتروح الكورة لسيد معوض. سيد معوض على طول أمامية وزقة كده لأحمد شكري من شهاب الدين محمد أهو. الاهلي مستحوذ لكنه بادي مستحوذ وفي سرعه في الاداء، والعرضيه يطلعها اسلام تنزل في نص ملعب لشهاب، شهاب لسعد، سعد لوائل، وائل لحسام على طول ينزل سلم عبد الله، شهاب يلم وداخل
ويلعبها حلو قوي، انما تتخطف وياخدها غزل المحل. وعلى طول شهاب يتكلبوا عليه وياخدوها، انما بعقل كده تتخلص الكوره وفي منتهى الخطوره تروح الكره لمهدي سليمان، كان من اسلام صيام. المهدي كلام كتير في الملعب، الملعب ما فيهوش جماهير، فالكل مصحصح لعبته وبصدره كده حاجه غريبه، انما تروح لزميله تنزل حسام عاشور، حسام عاشور يلعبها لشكري، ايوه 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 شهاب، يلا رامي، ايوه ايوه حسام عاشور، تتخطف، اضغط يا رامي، اضغط ويعدي حسام عرفات. هو الورقه الرابحه بتاعه غزل المحله النهارده، يلم منه رامي كوره يا كابتن، وضربه مرمى للنادي الاهلي، عملها ضربه ركنيه صح على فكره. اذا مصدر خطوره غزل المحله عند حسام عرفات. يلا رامي، رامي هنشوف رامي ربيعه، يلا جمعه، يلا جمعه مع حسام، وهل هيكون في عامل مساعد مع رامي؟ ده اللي هنشوف مع بعض. 8 دقايق والتعادل دون اهداف، وضربه ركنيه وحسام بس كده صح صح عرفات. يلا رؤوف، رؤوف تتلعبوا سياره للباك محمود بزيد، تطلع منه ضربه مرمى للنادي الاهلي. شهاب اهم حاجه اللي معاك كوره، رؤوف جالك، رؤوف جالك خلاص، ضربه مرمى للنادي الاهلي على طول اماميه، شكري بدماغه تنزل لعبد الله، النهارده حر واخد يعني بيلعب في نص الملعب حر لشهاب. يا عم العب، تتلعب الكره على طول اماميه وقلشه وضربه ركنيه من محمود بزيد، ضربه ركنيه للنادي الاهلي. النهارده في شكل جديد لعبد الله السعيد داخل في نص الملعب، والظاهر سمعه كابتن خالد ان هو الولد ده في الاسماعيلي فعلا هو عنده مساحه، بيحب المساحه الواسعه اللي يعدي فيها ويشوط والكلام من ده، وبيتفوق كتير لما في النادي الاهلي بيلعب في النص الملعب. فبدا عماد عبد الله السعيد بيخش في نص الملعب وعامل شغل بس بلا خطوره لغايه دلوقتي، وادي تاني ضربه ركنيه للنادي الاهلي وتتلعب حلوه وطالعين غلط، انما السنترافات تطلعها، مين هيشوط هنا اهوت، مين هيشوط ده رفصها مش شوطه، انما فيها برضو يعني الراجل الجديد رمضان صبحي في نوع من الذكاء، يعني هي تولت منه فراح ابص حضراتكم اهو يا دوبك تربها اهو، لا يعني ايه زغدها زغدها وتبقى ضربه مرمى لغزل المحله. بيعلن عن نفسه رمضان صبحي، جسمه كويس وسنه يعني، انما الناشئين بتوع النادي الاهلي هيشيلوا النادي الاهلي صعب، لازم يكون معاهم ناس بقى يشتروهم عشان يشيلوا مع بعض. يقطع عمرو رمضان وعلى طول اماميه، طبعا نادي غزل المحله بيلعب براس حربه واحد وطرف نشيط هو حسام عرفات، انما هنشوف ايه الحكايه بالظبط. رمي التماس وكلام كتير في الملعب سمعه في السماعه عندي من الكل، حتى الاحتياطي بيتكلموا باين مش واحد. على طول حسام رامي ربيعه، اي كلام يطلعها اسلام، يقطع وائل جمعه لشهاب، شكري فوتها لنفسه حلوه قوي، لو بص بره يا بص بره يا راجل، بص بره يا راجل يعني كوره غريبه يا ريت تتعاد، لان الكوره ديت في منتهى الخطوره، وادي الناشئ رمضان صبحي اهو، بص حضراتكم موسع نفسه كويس قوي ودخل وراح، وبص رأى عاوز يعمل لوب فيها فكره، خبطت في الجون ونط على الفاضي ونزلت ومستنيينها، ينط على طول محمود بزيد والكره تطلع ضربه ركنيه، ضربه ركنيه للاهلي تتلعب مره ثانيه قصيره وحشه قوي، بيضيعوا الضربات الركنيه وعلى طول الله، انما اتزحلق 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 وتروح للاهلي مره ثانيه، تتخطف وتروح لحسام عرفات على طول اماميه عند محمد رزق، وعكسيه حلوه قوي في المساحه الفاضيه اللي هناك ناحيه اليمين، تتخطف الكوره في فكر اشرف قاسم عامله
يعني هنشوف هيقدر ينفذوه ولا لا. والكره طويله والراجل طالع والجول فاضي. انما المهدي بقى مش ناوي خير، بيعمل حاجات غريبه جدا وربنا ايه بيحبه في كورتين كده، تعلى الكوره وتنزل. رامي ربيع يطلع على طول عامر رمضان، حسام لرامي ربيع. هنبدا بقى السيطره على الواقف. بص حضراتكم السيطره على الواقف، زي ماتش الداخليه، انا معايا الكوره بس اهو بديها من رجل لرجل اهو. بص حضراتكم نفس المنظر بتاع الداخليه، راحت هنا وهتروح من عاشور، هتروح هنا عند ربيع، وبعدين فين هنا هيرفع ولا هيعمل ايه. عدى ربيع لعبها وخدها مره تانية وعدت وتنزل على حدود 18 وتتقطع، تروح الكره مره تانية للنادي الاهلي. سيد معوض، سيد معوض جميله قوي، بينيه حلوه لشكري والعرضيه، ومفيش الا اسلام صيام يطلعها، تنزل لماندو يلم ماندو. سعد سمير بيزاول مهامه وفاول وضربه حره مباشره للنادي غزل المحله. ضربه حره مباشره لنادي غزل المحله على حسام عاشور. ادي الحكم ابراهيم نور الدين، و13 دقيقه من زمن الشوط الاول، والتعادل بدون اهداف بين النادي الاهلي وغزل المحل الاسبوع الثامن. وائل جمعه يلا باص باص على طول في الرجل. تعالى يا جمعه، وائل جمعه رؤوف يرجعها ورا لشهاب شكري، تروح لشهاب اهو. الصوره وحشه قوي عندي النهارده يا وليد. تتلعب الكوره وقلشه انما مغطي الراجل كويس قوي. اسلام يلعبها لمحمود بزيد، محمود يلعبها اماميه هناك مغطي، والسرعه ماندو جمعه. انما هنا الخبره بقى، يا دوبك اول ما حصلها لعبها، تروح لماندو مره ثانيه والعكسيه هناك وضعيفه على طول في ايد شريف اكرام. قام محمد يوسف وداخلين على الدقيقة 15 من زمن الشوط الاول، والتعادل دون اهداف، وحسام عرفات محمود بزيد يغيروا اللعب الناحية التانية. اتجرأ غزل المحلة وبدأ يجي في نص ملعب النادي الاهلي، ورمي التماس لغزل المحلة. بازيد محمود بازيد لعرفات، تتقطع تروح لعاشور حسام. سيد معوض ربع ساعة استحواذ للأهلي، ثلاث ضربات ركنية تقريبا، لكن ما فيش اي حاجة بين القائمين والعرضة غير كرة كده ضلة نطت على العرضة من فوق، انما كتصويب كهات وخد كخطورة ما فيش لغاية دلوقتي. تتقطع الكورة وعلى طول بيلعبوا على اللعبة دي، هم عاوزين يلعبوا لعبة التمساح، فاكرين لعبة التمساح ولعبة فاروق بتاع المقاولين. السرعة، كل مدرب دلوقتي بيلعب النادي الاهلي يقول لك العب على السرعه، بس طبعا مش فاهمين ان طبعا في خبره موجوده في اوائل جمعه ورا بيقدر يداوي الامور شويه. كعب يتقطع الكوره وياخدها الحسيني، تروح لماندو ويخلصها ماندو. تلاحظ الكره لما تكون مع غزل المحله قلالات الحيله مش عارفين، يعني قال حسام عرفات بس، اما الاهلي فهم عارفين بعض، فهي فرصه الاهلي انه بيلعب مع فرقه مدرب جديد اشرف قاسم، ومع فرقه جديده عاملها هو لسه لانج، عاوز يعملها تخد تتخطف وتروح لحسام عرفات، يلم حسام ومستني وائل ياخدها، وائل بخبرته طبعا، وتروح لشريف اكرامي. كان هيئة المحللين كابتن خالد بيوب بيقول لك احنا بنأذي ريال مدريد ليه؟
طب احنا زي ريال زي مدريد نفسها في ايه كمدينه يعني؟ دي الرياضه انعكاس مجتمع هو والفن. كل ما الرياضه تبقى عاليه والفن عالي كل ما المجتمع بيبقى راقي. انا جاي النهارده وميدان جهينه اللي بيوقف العربيات في الاشارات بتوع مناديل، مفيش بتوع مرور، لقيت بتاع مناديل هو اللي بيوقفنا عشان خاطر الناحيه الثانيه تعدي في منتهى الخطوره. كانت ادي الكره المعاده اللي بيعيدها مخرجنا هناك، مش بعظيمه ده مخرج الملعب، وتنزل الكره لشهاب يلم شهاب، ترجع كره لسيد معوض. النهارده سيد معوض ما بيقومش بشغله ليه ما اعرفش، في تعليمات اللي هو يقف ولا ايه؟ هنشوف. ادي عامر رمضان، شكري، الحسيني يرجعها ورا لناجي، على طول رزق. مش بقول لكم غزل المحله فرقه مش عارفين بعض، اللي واخد الكره بيجري. بص سيد معوض عامل نفسه مش واخد باله، وانذار لسيد معوض، انذار متسرع من حكم مباراه ابراهيم نور الدين، وضربه حره مباشره لغزل المحله. بقول لحضراتكم احنا الاشارات صحيح شغاله في بلدان جهينه، انما احنا واخدين لازم حد يشوفنا عشان نعمل الصح. في مدريد طبعا من غير ما حد يشوفك لنركب كاميرات عشان هتصورك وهتتحاسب وشغلانه. الرياضه جزء من المجتمع، عمرها ما تبقى لوحديها فيها تفوق والمجتمع زي ما احنا شايفين هرج ومرج. امال في دول عالم ثالث ليه؟ اطلع بره ال 18، اطلع بره. ضربه حره مباشره لغزل المحله. رمضان على طول علي، وطالع اكرامي بالبوكس، حسام عاشور. خلاص الحماس اللي كان عند النادي الاهلي مفيش، ورجع تاني النادي الاهلي لادائه بتاع الداخليه. استحواذ سلبي سلبي، يعني معايا الكوره انا اللي اكتر محاولات هجوميه ولكن بلا اي خطوره. تنزل الكرة في نص الملعب، تتقطع وتروح لمندو، وعلى طول الحتة اللي محببة انما وائل جمعة قبل حسام ياخدها حسام، وماشي حسام، وعلى طول عرضية تتقطع. اذا اشرف قاسم بيعتمد على حسام عرفات والجبهة اليمين بتاعته، ووائل جمعة مغطي كويس قوي على رامي. النادي الاهلي لغايه دلوقتي لسه، بصوا حضراتكم بصوا، صح جدا جدا ولازم انذار، صح جدا الحكم 10 على 10. هو عطى الفرصه ابراهيم نور الدين. وائل جمعه انت بتكلمه ليه يا حسام؟ وائل جمعه استغل خبرته ووقفه بجسمه اعتراض، فالراجل عدى، فبالتالي ما استفادش من الخطا اللي ارتكبه. يا ريت تتعاد. ايه ده؟ ده حسابها ايه؟ كارت احمر؟ لا 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 لا، الصراحة ليه؟ هو كان رايح يجيب جول؟ لا 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 لا، هو اعترضه. يا خبر، ده الأسد لما يعجز بقى، مش ممكن مش ممكن، يعني تسرع رهيب للحكم إبراهيم نور الدين. مش عشان حاجة، بص هو اعترضه، هو اعترضه، بص هو اعترضه خلاص، انت مسرح كده وسابه وسابه خلاص. انما الراجل ما كانش 100% رايح يجيب جون، ما كانش 100% رايح يجيب جون يا عم، مش مزودينها يعني، دول مش عايزيننا اصلا. لا لا لا، يعني الصراحه مش ممكن كده، يعني خطا قاتل. وائل هيطلع طرد. مبسوط يا كابتن انت كده فرحان؟ لا 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 لا، طرد طارق. وائل جمعه مش كوره، وكتاب الله ما كوره الصراحة، يعني فيها اوفر قوي. لا 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 لا، لا 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 لا، يعني فيها قسوة، فيها تسرع، لان يعني الامور راجل اعترض، انا اعترضت وسبته، وبعدين الحكم كان 10 على 10 لان هو رجع اللعبة من اولها وحسب فاول، انما الراجل ما كانش منفرد وما كانش فيه الخطورة ال100% اللي انا اطلع الكارت الاحمر.
كده خطأ قاتل من إبراهيم نور الدين بصراحة. يعني الناس بتستعرض على النادي الأهلي، سبحان الله، سبحان مغير الأحوال. وأنا يعني لما أكون عاوز أعمل شخصية قوية لعملها على الأهلي والزمالك، ضربة حرة مباشرة لغزل المحلة، ومن الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول الأهلي هيلعب 10 لعيبة. محمود بازيد وضربة مرمى. دلوقتي هيخش رامي سنتر هاف ويسحب حد محمود محمد يوسف عشان يلعب باك يمين، ينزل مانجا، ومين هيتسحب؟ يسحب شكري بقى تقريبا، او هيتشطر على رمضان صبح الشبل ولا ايه؟ لا، الراجل عاوز يكسب النهارده، فهو اقرب له انه يحصل شكري اللي يطلع، لان حسام عاشور والشاب اتنين ديفندر ما يقدرش يستغنى عنهم، عبد الله السعيد اكتر خبره وحركه من شكري، رؤوف ورمضان صبحي الاثنين السلاح بتوعي، ما اقدرش من اول 22 دقيقه ان انا يعني اسحب واحد من فراوده. هنشوف محمد يوسف هيتصرف ازاي دلوقتي. تتلعب الكوره والتعادل بدون اهداف، وفي الدقيقه 22 اطرد وائل جمعه من خطا قاتل وتسرع قاتل من الحكم ابراهيم نور الدين في كره تستحق الانذار فقط على وائل جمعه. تهديد اخر لسعد لسيد معوض، مش تحذير، انا بقول تهديد، الحكم بقى مش تحذير، ده تهديد. المهم انا ماليش دعوه، انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي، بس الواحد بيصعب عليه ان ايه الامور تبقى فيها خطا، ولو حصل الكلام ده مع غزل المحله هنقوله، ولكن لازم نقول للناس ايه اللي كان حصلت. كارت الاحمر في تسرع، لان ما كانش الراجل رايح 100% انفراد، وبعدين كان وائل جمعه عمل اعتراض فقط، لا في شد ولا عرقله من الخلف، ويعني انما قرار الحكم يجب ان نحترمه ونشوف مباراتنا مع بعض واحنا في الدقيقه 23. تتلعب الكوره، واللي لسه جاي بقى من الشغل بقول له وائل جمعه اطرد والاهلي بيلعب 10 لعيبه منذ الدقيقه 22 من زمن الشوط الاول. تصويبه يمسكها على طول المهدي سليمان، ولازم محمد يوسف طبعا تلاقيه بيسخن واحد دلوقتي، لان مش هيقدر بخط ظهره سعد سمير وسيد معوض ورامي ربيعه. هنشوف، كان على فكره كان مستر جوزيبي يلعب حسام عاشور سنتر هاف وكان ناجح جدا في الحته دي، ممكن جدا يرجع حسام عاشور وعنده في نص الملعب. هنشوف ايه بالظبط، يعني ما اعرفش، عنده نجيب طبعا ده سنتر هاف، عمرو بسام ده فيرود، عمرو جمال ده فيرود، يعني ما كانش عامل حساب ابدا ان ده يحصل. فبالتالي هنشوف محمد يوسف فكره الكروي ايه في هذه النقطه، اللي هو يعني ما يعني لا زال ساكن بيفكر هيعمل ايه. تتلعب الكوره لحسام عاشور، ومن يعني الحاجه اللي تضحك ان غزل المحله برضو خايف، يعني بيلعب زياده واحد، وواحد المفروض اشرف قاسم يغير يلعب بقى باثنين فراوده وهو زايد واحد عشان عاوز الثلاث نقاط، انما هنشوف فكر اشرف قاسم وهنشوف بقى فكر محمد يوسف. والتعادل بدون اهداف، والكره مع معتز محروس، وعلى طول اماميه ما يتسابش ابدا سعد سمير لوحده، سعد سمير يتساب في العمق لوحده لو دقيقه خطر على النادي الاهلي. ادي رمضان صبحي عصبي قوي، بص حضراتكم شكله عصبي، ويبدو ان في حد اتكلم من بره، ابتسامه صفرة، وهنشوف ايه الحكايه في كده. كان الكابتن الغندور زمان ابتسامته مش كده، كان يديك الحته وبس ابتسامته كانتش كده، انما يبدو ان محمد يوسف قال حاجه، واعتقد ان محمد يوسف هو رجع رمضان صبحي ورا باك يمين ولا ايه، هنشوف. يبدو الاولاد الصغيره محتارين في النادي الاهلي. تحذير شفهي من ابراهيم نور الدين، ولو في جماهير في استاد القاهره كان صعب جدا ان الكارت ده كان يطلع، انما تتلعب الكوره شريف اكرامي على طول، اسلام صيام بدماغه، سيد معوض، شهاب يلعب تتقطع، وفاول صح، وفاول صح جدا يا عم، انت زائق وفاول صح اهو، التغيير الاضطراري
هنشوف لازم مانجا ينزل باك يمين ويخش رامي ربيعه سنتر هاف، لان في خطوره كبيره جدا على النادي الاهلي من عند سعد سمير، بيزق كتير ويعني متهور في ادائه، لسه شبل صغير. 27 دقيقه من زمن الشوط الاول، شوط ما يلزش لا هنا ولا هنا. الشكل العام الاهلي بيحاول انه يهاجم بحكم خبرته وبحكم الناس بتخاف منه، انما اداء غير مقنع. البضاعه اللي موجوده بتقول كده، ومحمد يوسف ملوش دعوه. غزل المحله اشرف قاسم لسه جديد على الاولاد وعامل تشكيل جديد، ما يعرفوش بعض، يمكن لازالوا خايفين من الموقف ولازالوا بيعتمدوا على حسام عرفات من الطرف الشمال، لازال خايفين رغم الزياده العدديه. هنشوف ايه بالظبط الموقف العام النهارده. والاهلي بيلعب يعني اهو منجع الخط اهو، الاهلي بيلعب 10 لعيبه منذ الدقيقه 22 لطرد وائل جمعه، طرد غير مقنع. تتلعب على الكره عند سيد معوض، يلم سيد وبيقول له وسع عشان اشيل لو سمحت، مش هيوسع طبعا. طب حد يلحقني على طول اهو، يترجع كره لشهاب، وشهاب على طول عرضيه هناك يسقطها كده عبد الله لحسام لربيعه، ربيعه وضربه ركنيه، ضربه ركنيه للنادي الاهلي يطلعها محمود بازيد. ادي مانجا، مين اللي هيطلع؟ هل رؤوف؟ هل شكري؟ هيطلع رمضان صبحي الولد الصغير اللي كان ممكن جدا انه ياخد فرصته، يعني طلع رمضان صبحي ونزل مانجا، وهيخش رامي ربيعه في نص سنتر هاف. يبقى اتظبط خط ظهر النادي الاهلي، وهيبقى رامي ربيعه وسعد سمير عمق الدفاع، والضربه ركنيه للنادي الاهلي تعدي. يبقى حظ وحش رمضان صبحي في اول اشتراك فيه، الحكم يطرد وائل جمعه. محمد يوسف يفكر بسرعه، الخبره ولا الشباب؟ الخبره ولا الشباب؟ قال لك لا، هات الشباب. طلع الشباب رمضان صبحي وساب الخبره، هنشوف بقى الخبره هتعمل ايه. 29 دقيقه من زمن الشوط الاول، والتعادل بدون اهداف بين النادي الاهلي وغزل المحله، وتتلعب الكره على طول. النادي الاهلي يمكن الكابتن احمد شبير يعني يفتكر اتعرض الموضوع ده في الستينيات، لما الستينيات الاهلي كانت مسحوبه من تحت رجله السجاده، وكان الاسماعيلي والاولمبي والمحله والدنيا دي كلها، والزمالك هم فرسان الرهان، وبعدين كان في جه ميمي الشربيني الالفا مع مجموعه كده، وبعدين الحرب قامت. الاهلي بنى فرقه، ادي انذار لماندو، سعد ماندو. الاهلي بنى فرقه من السبعينيات والثمانينات، فطلع فطاحل بقى، لو قعدت اعد يعني ايه هاخد الماتش وكسره طيب. ادي النهارده الاهلي عاوز راحه، هو ما بين نارين، ابني ازاي؟ مجلس ادارتي هيمشي؟ هل هيشتري لي؟ هما كانوا بيفكروا في اتنين كويسين قوي الصراحه، مكي وابراهيم حنفي حفني بتاع المقصه، وانذار ده ولا ايه؟ طرد ولا ايه؟ هنشوف طرد. طرد. طرد، وهو انذار في طرد، ما بقى الراجل ايه بيفكر، طب هرجع لمباراه ازاي؟ طب ما على الله حد يعمل حاجه. ده خد انذار، وبعدين دخل عمل انذار وفاول تاني اهو، يعني انذار تاني، يبقى انذارين طرد، ما حدش يقدر يكلمني انا كحكم، ويبقى سعد ماندو ايه بقى طرد. نظريه التعويض، هو اذا استحق انذار والراجل ده ما خدش باله. هنا اشرف قاسم كان لازم يقوم، اوعى حد يعمل فاولات في اللحظات دي، لان الحكم جريح من سيد عبد الحفيظ ومن محمد يوسف ومن الفانيلا الحمراء. اي حد هيعمل حاجه خلي بالكم. طبعا قام متاخر، انت قمت متاخر، كان لازم بخبرتك القتاليه انك انت تعرف ان الحكم لازم هيعمل توازن دلوقتي، وفعلا عمل توازن في الدقيقه 31. طرد سعد ماندو من انذارين في دقيقه، تك تك، عشان ضميره يستريح. المهم المباراه بقت 10 لعيبه مع 10 لعيبه،
ولكن النتيجة 0-0 والأداء 0-0 والنادي الأهلي هينتعش مرة تانية بعد لما الأعداد بقت متساوية في الملعب. وائل جمعة اطرد في الدقيقة 22 ومندو اطرد في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول الاثنين، ونتيجة لازالت التعادل بدون أهداف. تروح الكرة لسيد معوض والأهلي ملوش حجة خالص بقى، الراجل الحكم صلح غلطه، لكن المحلة تستاهل انك بتلعب عاوز نقطة وخلاص عافية. طب ده مش النقطة مش هتجيلك، جات لك فرصة زيادة عددية مش عاوز تهاجم برضو بتلعب بطريقة فرد واحد او فرد الواحد بتاعك طلع، طب هتعمل ايه دلوقتي؟ ده اللي هنشوف اشرف قاسم اللي الله يكون في عونه لانه راح متأخر. ده بقى متاعب المدرب اللي يمسك فرقة في وسط الموسم، تتلعب الكورة وتروح على طول لسيد معوض. سيد معوض و32 دقيقة من زمن الشوط الأول والتعادل بدون أهداف، وأشرف قاسم هو واقف. أنت يا أشرف ما خدتش بالك لأنك أنت من الزمالك والأهلي ما ياخدوش بالهم، بتوع الأقاليم اللي ياخدوا بالهم لما إيه الحكم ياخد قرار عنيف مع الأحمر والأبيض يفكر على طول إزاي حاجبها من الناحية التانية، فجابها في مندو على طول. فلو الحكم ده من الاقاليم كان قال فرقته على طول خلي بالكم الحكم اوعى تبص له او تعمل حاجه. ما لحقش اشرف قاسم يقول لهم، وبالتالي اطرد ماندو انذارين ورا بعض تاك تاك. وعلى فكره الطردين يعني اتسرع فيهم، انما ماليش دعوه بقى مش هتكلم فيهم بعد كده، انا بتكلم للي جاي من الشغل ولا اللي ما كانش مركز ولا اللي مش فاهم ايه اللي بيحصل في الملعب بنقول له. وتروح الكوره لمهدي سليمان. مهدي سليمان يقطع سيد معوض كسلان او النهارده سيد كان ماتش اللي فات اكتر واحد بيعمل مجهود من الطرف الشمال، انما شكري تروح الكره لشكري يلعبها لسيد وسيد يلعبها وحشه قوي واطشه تنزل على طول تروح للحسيني وتروح الناحيه الثانيه. هناك بيعتمدوا على الطرفين لان الاهلي بيهاجم من الطرفين او عنده طرفين هم اللي بيشتغلوا، فكل مدرب بيروح هناك رامي اهو محمد رزق على سيد معوض ورامي حسام عرفات على الجبهة الشمال اللي كان فيها رامي وبعدين بقت فيها مانجا. وتروح الكورة عند مانجا اهو، مانجا اتظلم، مانجا ده لو لعب في نص الملعب على طول هيبقى يعني هايل، انما غلبان بيلعب موسمي موسم المانجا بيلعب ما بيلعبش على طول، لو لعب على طول والله ادي قلشة اهي وادي شوطة اهي واي حاجة من حسام عاشور. هدية رفضها حسام عاشور من دفاع غزل المحلة. بص حضراتكم قال شهيه دي طبعا لو واحد تاني حطها تحت رجله وقال للمهدي حطها لك فين، انما فرصة قضاء وقدر تضيع من الاهلي على قدم حسام عاشور. التعادل بدون اهداف والمباراة مملة وما فيهاش حاجة نقولها، ومع ان في طرف كبير الاهلي اللي بيستعد للسوبر وزمان الصفاقسي دلوقتي بيشوف وبيدرس بأشفق على كابتن محمد يوسف، انما هنشوف ايه بالظبط الاهلي في مشواره في الدوري العام وفي مشواره الافريقي مع وفي مشوار السوبر. تتلعب الكوره عند سيد معوض، يلم سيد نفس اداء المحله بتاع الداخلية بيرصصوا اللعيبة وخلاص ويطلعها على طول عمر. بيقولوا لك آلي كان بيفاوض أين أيمن حفني مش حنفي جت على النون ماشي، تتلعب الكورة ويمسكها المهدي سليمان. أيمن حفني بتاع المقصة اللي راح الجيش لو جه للنادي الأهلي هل هيكون هو أيمن بتاع زمان ولا خلاص بقى الأمور راحت وراح أندية تانية وبيكي اللي كان في الحدود، وهل هو ده مكسب فعلا راس حربة يعني جميل؟ انما الاثنين ممكن لو بادائهم اللي طلعوا بيه مكسب للنادي الاهلي، ولو الاهلي عمل كده يبقى يشكر مجلس ادارته اللي هو ورغم ان هو ماشي انما يبدا يجدد وان كان متاخرا. تتلعب الكوره هناك عند شكري، يلم شكري هو والسيد حمدي اخذوا فرص ايه بالزوفه، لو يعني انا كنت احط رمضان صبح يفضل في الملعب ويمكن اشد شكر مع احترامي ليه. تتلعب الكوره داخل المنطقه فيها حاجه دي فيها المهدي سليمان يمسك. ما انا عارف الاثنين اعاره وعشان كده الاهلي بيفكر فيهم،
والظاهر يعني حسام البدري كان واخد اللعيبه دي كلها للاهلي اعاره ويرجعوا للاهلي. ضربه حره مباشره سعد سمير سعد سمير في كده البراءه بتاعت الاطفال. انما بص حضراتكم اهي دي وائل جمعه عمل كده، بس الولد التاني كان عافي وراح معدي، هي كان مصفر على دي وكانت لسه اهو. انما طبعا ادي فاول بالظبط بتاع وائل جمعه، اعتراض ضربه حره غير مباشره، وراجل ما كانش هيروح انفراد ولا حاجه. المهم ضربه حره مباشره لغزل المحله. تسع اخطاء للاهلي وسته لغزل المحله، وتتلعب الكوره لمحمود بازيل، والمباراه اكننا في اخر خمس دقايق او في الوقت البدل الضائع. انا قلت النهارده هتبقى نار والتالته تابته، والاهلي عاوز يبقى ياخد القمه تاني من المقاولين ومن سموحه بعد ما تعادلوا. انما مفيش. تتلعب الكوره والحسيني اللي جه ناحيه الشمال اهوت وفاول وصفافير كتير وانذار، انذار هنشوف انذار لمين. اتنين طرد النهارده، انذار لرؤوف الصراحه. اهو انا كنت بقوله من دلوقتي، الاهلي بينشن على لعيب زي ما جاب دروجبا، ما بيجيبوش في حينه او ما بيجيبوش ويلعبه بالطريقه اللي هو عاوزها. ما هو رؤوف ده كان هدد الدنيا في انبي، انما راح بعد كده وراح هنا قال خلاص انت بتشتريه على السيد بتاعه مش على الاداء. فادي رؤوف اهو جالك الاخر، بس ايه زي ما انت شايف كده. تتلعب الكوره عند رزق، وبدا اللي غزل المحله يبقى هو الافضل وهو 10 لعيبه، والاهلي 10 لعيبه وهادي، وعلى طول محمود ناجي الباك الشمال يرجع كوره للمهدي للباك اليمين، تنزل الكوره لعمرو رمضان يعدي عمرو وماشي ويلعبها على طول لرزق ورايه صفاره. يبقى رزق جه ناحيه الشمال هنا، وحسام عرفات يبدو ان هو داخل راس حربه فعلا، لان راس حربه بتاع اشرف اتكرش ماندو. يبقى التغيير اللي حصل عشان يعني ناخد بالنا، رزق جه ناحيه الشمال وياخد واجبات حسام عرفات، وحسام عرفات لسه هو في نص الملعب، دخل نص الملعب. هنشوف مين راس حربه بقى قدام، هيلعبوا من غير راس حربه، هم معتمدين على الطرف الشمال دوت، اكن يعني هي الحته دي اللي هيخترقوها، مع انها بقت صعبه فيها مانجا وبيغطي رامي. ادي محمود بزيد يعدي الراجل وماشي، وبيقولوا له اتفضل، تكلموا عليه وياخدها. ده مش بنلعب بقى كره سريعه اهو، تتلعب الكوره عند مانجا، ومانجا يلعبها ورا لحسام، وكانهم بيقول لهم يلا غزل ارجعوا في مكانكم الطبيعي بقى عشان احنا هنهجم. بص حضراتكم الزمن الطويل ده ولا اكنها تقسيمه. 39 دقيقه من زمن الشوط الاول، والتعادل بدون اهداف ما بين الاهلي وغزل محله في اداء تعاوني على راي المرحوم نجيب مستكاوي، انزراعي كمان، والتعادل بدون اهداف. على فكره يا جماعه، ويا ريت الكابتن شوبير ينسير الموضوع ده، اللعيبه دي مظلومه بتاعه الانديه دي كلها. ليه؟ تخطيط الاحمال اللي انا اعرفه وشفته من مخططي الاحمال، انه لازم المدرب يبقى معاه مخطط احمال عشان يعمل احمال مؤننه. ده بيلعبوا كل يومين او كل ثلاث ايام بيلعبوا، عاوز احمال تخطيط معين، وعاوز احمال امتى ترتفع وامتى تنزل وامتى تاخد راحتك. في مدربين والله ما تعرف، هي بيخلص الماتش ويروح مدرب التنين لما يروحوا يعني واقعين وهكذا. عشان كده بتشوف اللعيبه، كل لعيبه الدوري العام مستواها متذبذب من الاحمال، معظمها خطا مع احترامي من المدربين. انت لما بتروح دورة اولمبية بتلعب كل ثلاث ايام، المدير الفني بيعمل تخطيط احمال يومين وبتلعب الماتش الثالث. لما زمان كنت بتلعب كل سبعة ايام بيلاقي تخطيط احمال شكل. تخطيط الاحمال يا جماعة، اللعيبة دي ضحية، زائد الاصابات الكتيرة. كانوا بيسألوا يقولوا الاصابات كتيرة ليه؟ من الاحمال الكتيرة جدا على اللعيبة اللي قعدت سنة ما بتلعبش، ثم مرة واحدة دوري عام، ثم مرة واحدة حماس، ثم مرة واحدة اصابات. والله اعلم اللي بيخطط ايه واللي بيعمل ايه وده جاي ازاي وبتاع، ومع ما فيش كمان احتياطي، اللعيب بيلعب على طول ملوش بديل.
تتلعب الكوره ودي تنزل لشهاب، وشهاب على طول ورا ليه عاشور لشهاب مره ثانيه عكسية عند مانجا على الواقف، كل ده على الواقف، هيرفع على الواقف برضو خلاص، مفيش بقى واحد يروح زي ما بنشوف كده بقى في اوروبا اللي احنا عاوزين نبقى في اوروبا، هي دي بقى تعود، اللعيب ده بقى متعود، يعني الناس دي لو راحت عشان تختبر هناك يروحوها وهم نازلين من الطيارة، تعود. تنزل الكورة لمحمود بزيد على طول أمامية، سعد سمير يلم ويلعب على طول لسيد معوض اللي النهارده راكن وخد انذار كده، هو اللي بيعمل انبعاثه ونشاط في الناحيه الشمال، انما شكري واقف في وشه، ياخدها شكري ويلعب على طول لشهاب اللي نجح الزمالك امبارح اللعب بدون حركه والتحرك، ولاعيبي خط الوسط هم اللي كانوا بيخشوا في عمق دفاعات القناه، ادي ادي الكره مرفوعه من الحركه شويه، الله 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 الله، كره حلوه قوي من شكري، انما لسوء حظه اشرف قاسم بيقول هو في ايه يا جماعه، لسه ما استوعبش تتلعب الكره وفي رايه وصفاره، رايه وصفاره وضربه حره غير مباشره لسيد معوض على النادي الاهلي. 42 دقيقة ومحمد يوسف بيبص في ساعته بغل، عاوز الشوط الاول يخلص عشان مش هو دولي اللي احنا هنروح بيهم لصفاقس او يجونا صفاقس، وهتشوفوا من الجماهير الجميلة بتاعت النادي الاهلي لما تخش الملعب اللعيبة بتدب فيها الحيوية، طبعا ده عنصر اساسي، الجماهير ده عنصر اساسي يعني لازم كده هوت تتلعب كورة على طول لبازيت هاتوا خد، وعلى طول حسام عرفات يعدي والعرضية انما ما توصلش، توصل في ايد شريف اكرامي. في عصبيه في ما في جهاز النادي الاهلي لهم حق بصراحه يعني، بس ما لهمش ذنب بصراحه ايضا، بيقولوا ايه الحكايه وايه يعدي الراجل ده ازاي ويرفع ويشيل، وايه الحكايه احنا قاعدين نشوت زي ما احنا شايفين كده ومش قادرين نعمل خطوره رغم الكوره معانا، تتلعب الكوره وترجع ورا على طول لشكري وشكري لشهاب وشهاب والله زمان هي واحده بس في ليبيا وخلصت على كده، وتتلعب الكوره وياخدها حسام عرفات، حسام عرفات يسيبها لمحمود بزيد، الاثنين هم عاملين طرف شمال يعني عاملين اجهاد شويه للنادي الاهلي، وفاول صح وفاول يعني وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. 44 دقيقه وشويه ثواني كده و ضربه حره مباشره للنادي الاهلي، هنشوف كام دقيقه وقت بدل ضائع، وادي اهو شادد الراجل فعلا محمود بزيد وضربة حرة مباشرة لكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، بيتكلم يبدو انه عنده حاجة بيقولها، بيرفع صبعه كده، تتلعب الكورة وبنلعب في الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول، ولسه هنشوف كام دقيقة وقت بدل ضائع، والأهلي لازال يمشي على وتيرة واحدة استحواذ، دقيقة واحدة الراجل بيريح نفسه الحكم الصراحة، بيريح نفسه عشان يرجع يستعيد ثقته في نفسه مرة تانية، عاوز الشوط ده ينتهي على خير، ويا رب ما حدش يكلمه من الأجهزة الاتنين، وادي أول تصويبة اهو تروح على الكورة من رامي ربيعة، أول تصويبة وأول صدى المهدي سليمان أو التاني. تتلعب الكورة أمامية هناك. رزق هو اللي بيتقدم من خط الوسط رقم 17، هو اللي بقى رأس حربة لما الغازي معاه كوره بعد ما اطرد سعد مندي، ولكن المباراه بلا يعني هويه وبلا يعني نواحي فنيه، الغزل سايب الاهلي يسيطر على الكوره الا في ال 30 يارده الاخيره زي ما حضرتك شايفين كده، والغزل فرحان طول ما هي 0-0 وتتلعب الكوره ورعونه في التمرير، و ادي مانجا وضربه مرمى لغزل المحل. الله يكون في عون هيئه المحللين والكابتن احمد شوبير النهارده، المباراه عكس المباراه كانت امبارح، امبارح كان فيها كوره وكان فيها كذا لدرجه المدير الفني احمد سعيد الراجل ما كانش بيصدق كل شيء، يقول لك دي مش فرقتي، هو قاعد يتكلم نفسه، انما لقدرك بقى. ويصفر اخيرا الحكم ابراهيم نور الدين بانتهاء الشوط الاول بين لقاء الاهلي وغزل المحله بالتعادل بدون اهداف. اعزائي مشاهدي سي بي سي، كان معكم معلق الرياضي محمود بكر، واترككم للكابتن احمد شوبير وهيئه المحللين الكابتن حسن مسكاوي، الكابتن ايمن يونس، الكابتن خالد بيومي، فالى هناك.
مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي ومعكم على الهواء معلق رياضي محمود بكر وأحداث الشوط الثاني من لقاء النادي الأهلي مع نادي غزل المحلة اللي انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف والفرقتين بتلعب 10 لعيبة طرد لوائل الجمعة بعد 22 دقيقة من الشوط الأول وطرد لسعد مند وراس الحربة بعد 30 دقيقة من الشوط الأول أيضا وحنشوف تعليمات المدربين بس أنا هسأل برضو الكابتن شوبير سؤال يرد بيه عليا بعد لما خلص المباراة طب أنت النهاردة يا أهلي شاري واحد اسمه موسى زيدان إذا كان أنت حالت لعيبتك كده انت شاريه يعني هو اسوأ منهم ولا انت جايبه عشان هو حلو بتاع القطن ده اذا كنت انا شاريه طب انا شاريه وما بستخدموش لعبتي في اسوأ حالاتهم طب انا جايبه ليه يعني وبعدين انا لو من محمد يوسف انا ما طلعش ولا عيل صغير بصراحة ربنا انا عندي بسام وعندي عمرو جمال وعندي صبحي اللي طلع انا بقى اقول لا انا افيد النادي الاهلي بصرف النظر عن اي حاجة لان اللي قدامنا ده هو حتى لو خد الثلاث نقاط يبقى انا برضو هفضل اعاني فما اعرفش انا بس عاوز الكابتن شوبير يقول موسى يدان ده ولا يدان بتاع القطن الكاميروني الاهلي اشترى ليه وهيلعب امتى وهيلعب امتى في ظل الناس اللي بتلعب دي دون يعني مش في حالتها خالص دي من ضمن ده برضو زي ما انت اشتريت رؤوف وانت ما انتش عارف حالته ايه يعني انا مش هتكلم لحسن انا مش حمل حد انا بس انا بقول شويه حاجات كده هوت يعني قاعد يعني بفكر مع نفسي فيها نشوف ماتشنا مع بعض احنا وهيئة المحللين والتعادل بدون اهداف وحنشوف محمد يوسف الله يكون في عونه يعني هيعمل ايه وحنشوف اشرف قاسم اعتقد ان ما بين الشوطين هو عرف الناس ببعض اللعيبة قال له ده فلان وده فلان كان طبعا على رأي الكابتن نجيب بيقول له انت مين وبتاعه ويمكن سيد معوض يعدي الخط اللي كانوا موقفينه عنده وحاجات كده يعني وبعدين كابتن خالد بيومي بيكتب كتير بيفكرني وانا في الثانويه العامه كان واحد قدامي قاعد يكتب وكاتب ماده كيمياء وانا ايه ما بكتبش قابلته السنه اللي بعديها ومعايا في الفصل امال كنت بتكتب ايه ازهري هو صيدلي دلوقتي قال لي كنت بكتب اي طبعا الكابتن خالد مش اي حاجه انما انا فكرني اللي كان بيقسني وانا قاعد عشان انا مش عارف اجاوب وهو قاعد يكتب والاخ لقيته جنبي في الفصل في ثالثه سابع في مدرسه العباسيه ماشي نشوف ماتشنا والاهلي هيبقى على يمينك وغزل المحله الخايف على شمالك وهنشوف هل غزل المحله هياخد حبايه شجاعه عشان يهاجم هل الاهلي هيقول يا جماعه عيب كده اهوت احنا نادي الاهلي اللي هنقابل صفاقس على السوبر هنشوف ايه بالظبط يعني الشوط الثاني ونتمنى ان شاء الله انه يطلع في كوره بصرف النظر مين يفوز على مين انما يهمنا ان احنا ننقل مباراه تليق بسمعه بطل إفريقيا وبطل الدوري العام لعدة مواسم وغزل المحلة لاعب الأقاليم ومندوب الفلاحين واللي كان ليه شنة ورنة ولكن هو والأولمبي والترسنة والمنصورة الاحتراف ضعضعهم ما عندناش فلوس فبنشتري أي حد وبيمشي من عندنا اللعيب الكويس هي دي المشكلة تتلعب كورة وتنزل وبداية هجومية للنادي الأهلي وصفارة وفاول وضربة حرة مباشرة على رزق على الحسيني ضربة حرة مباشرة على الحسيني ضد سيد معوض واقع على الأرض أبو السيد وإن شاء الله هيقوم وأدي طارق مدرب إكرامي تخيلوا حضراتكم الكابتن شوقي غريب لما يكون قاعد في المنصة النهاردة هياخد مين من النادي الأهلي غير إكرامي عمركم شفتوا النادي الأهلي مدرب ومنتخب يعني ما ياخدش حد ليه حق تتلعب الضربة الحرة المباشرة للنادي الأهلي وعلى طول أمامية وتعلى وما فيهاش حاجة وقالشة كده تروح للمهدي سليمان كان 9 و10 لعيبة في منتخب مصر هم اللي كانوا بيكسبهم المدربين بتوع المنتخبات النهاردة أصبح دلوقتي شوقي غريب بيقول لأحمد حسن نعمله إيه إذا كان هيقول له عندك الزمالك هيقول له بس ما نشوف هيلعب كم ماتش كده هو يمكن تكون طفرة ولا إيه برضو الله يكون في عون شوقي غريب في إنه هيعمل منتخب منين واللي هينقيهم حسام البدري هيقول له لا دول بتوعي وهتبقى شغلانة تتلعب الكورة وتنزل لحسام عاشور وبرضو نفس الطريقة الغزل بيلعب دفاع منطقة وبيدي فرصة للأهلي ان يبقى بهاجم انما هو اللي بيديني فرصة لأنا بهاجم بس لغاية منطقة 18 ادي مانجا
ترجع الكوره وتنزل الكوره على طول لسعد. سعد هيديها لشهاب، شهاب يديها لمين؟ لعاشور. النبادي ما اداش لعاشور، اهو بداوا يخشوا في العمق اهو، انما تتقطع كوره تروح الكوره لعاشور. ماشي عاشور، ماشي عاشور، ويشوط عاشور تخبط على طول في عمرو رمضان وتطلع كوره اماميه. نفس النشاط بتاع الشوط الاول اللي هو في البدايه الشوط الثاني للنادي الاهلي، وعلى طول شهاب تتقطع من شهاب، ونفس التمركز بتاع اللعيبه زي ما حضرتك شايفين كده. حسام عاشور يلعبها لمانجا، ومانجا يشيل على طول، تطلع كوره بره الشجره، قصدي بره الملعب، وضربه مرمى للنادي غزل المحل. مستر جوزيه لعبوا ماتش راح جايب فيه جون يعني، او اخطر راح مقعده. النهارده يا مانجا فرصه عمرك، مفيش حد. انا مش عارف الاولاد دي يعني امتى تتنحرر وامتى تتعامل. هي ارزاق. وزمان كان في لعيبه كده يقول لك كابتن شوبير ده انا كنت بلعب معاه، ايوه بس كنت لعيب كسلان قعدت وشوبير كمل. كل اللعيبه كده يقول لك انا كنت زميل فلان، طب ما انت ما خبت. المهم رامي ربيعه اماميه هناك، يقطع على طول محمود ناجي وبره الملعب اوت. اول اربع دقايق من المباراه الشوط الثاني والتعادل بدون اهداف، وكابتن اشرف قاسم يبدو انه واقف مش نفس الوقفه من الشوط الاول اهو، كان سنتراف حكايه. تنزل الكوره وتروح لرامي ربيع، هيديها المانجا، ومانجا يديها لحسام عاشور اهو. تنزل الكرة على طول بالعرض، يرجعوها مرة تانية تروح هناك عند مانجا. فين السرعة؟ مانجا هيضطر يرجعها، تنزل تروح شهاب أو سيد معوض أو إيه بالظبط، تتقطع. وعلى طول المحلة فرحانة أول بتقطعها تسلمها وترجع. المباراة ماشية على كده. وأنا يعني طبعا ما أقدرش أقول أي حاجة ليفتكر اللي إحنا بنقول يعني مستهزئين بالناس، إنما أنا بنقل المباراة. تتلعب الكرة لسيد معوض، يلعب على طول وتحرك بدون كرة حلو قوي لشكري، وشكري لسيد معوض، ويلعب على طول عرضية هناك يفوتها لنفسه حلو قوي محمود بازيد، ويمشي محمود وماشي وماشي تتقطع منه على طول. يمشي يمشي شهاب، عاوز ياخد كعب ولا ايه هتعمل؟ ما عملش كعب، تترفع، انما رفع زي ما حضرتك شايفين كده ضربة مرمى لغزل المحل. مانجا وضربة مرمى لغزل المحل. اللي ما كانش معانا في الشوط الاول هيقول في ايه في النادي الاهلي، فين وائل جمعه؟ اقول له اتطرد في الدقيقه 22. هيقول فين سعد مندو بتوع غزل المحله؟ هقول له اتطرد في الدقيقه 31. وكمان في انذارين لسيد معوض ورؤوف. تتلعب الكره والمساحات الفاضيه اللي على خطر على النادي الاهلي، والكره العرضيه اللي بتبقى خطر برضه على النادي الاهلي، انما يطلع رامي ربيعه لحسام عاشور، وتنزل لسيد معوض. سيد معوض على طول مقفل له واحد، وبالتالي تنزل لشكري. شكري كل فرقه حافظه النادي الاهلي خلاص، بتعمل بلوكات زي اللي كانوا زمان القناه زمان ايه زي امبارح القناه كانت عامله بلوكات برضو على الجنبين بتوع نادي الزمالك، انما كان في سرعه. حازم وسيد معوض كان في سرعه وكان بيعدوا بالكوره على طول. ادي اهو والله رؤوف اهو يرجع كوره ل حسام عاشور ويريحها لشكري، وشكري بصهم بصهم شهاب لعاشور، وعاشور على طول تروح له الكوره مره ثانيه، وتنزل الكوره هات وخد، ما هات بس بغير خد وتتنقل. لو الغزل المحل على فكره عنده الشجاعه ممكن يحرج الاهلي. ادي حسام ويلعب على طول، انما الشجاعه فين؟ وبعدين تتنقل الكوره وتتقطع من قبل ما توصل لرزق، وتروح على الكوره على طول ناحيه اليمين عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يلعبها لشهاب، شهاب لسيد معوض، بياخد له الراجل بيصرخ له ايوه. لو لفها على طول بقى عبد الله، لو لفها على طول لو قابلها ده مفيش 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 فرصه، كانت عاوزه شويه سرعه. وعلى طول تنزل الكوره في نص الملعب. الخطوره هنا، الخطوره هنا، وعلى الاهلي لازم ياخد باله، لازم الاهلي ياخد باله. تتلعب الكوره على طول عند محمد رزق، محمد رزق تروح ليه ابو زيد، ابو زيد على طول محمد بزيد، محمد بزيد ومخرج مباراه معجب محمد يوسف، اتنقلت الكره على طول للخلف، الخلف عند محروس محمود بزيد، ترجع الكره مره ثانيه مطرح ما جت عند اسلام. اي حاجه اماميه تروح للنادي الاهلي. رامي ربيعه
سعد سمير، سيد معوض، و12 دقيقة من زمن الشوط الثاني، وتيام هيغير تقريبا. تتلعب الكورة ملعوبة حلوة قوي انما بطيئة، يطلعها على طول رزق بره الملعب اوت. 13 دقيقة من زمن الشوط الثاني، واول تغيير للمحلة، هنشوف هينزل نوح تيام رقم، هيطلع الحسيني رقم 14 وينزل نوح تيام. الاسم كده مش مصري باين شكله كده، تيام دي مش عندنا. نزل نوح تيام وطلع الحسيني شهاب، اول تغيير للكابتن اشرف قاسم، والمباراه بتنادي غزل المحله ومش عاوز، وادي رزق والعرضيه انما على طول تتقطع وتروح لشهاب، وايضا المباراه بتنادي الاهلي ومش عاوز، الفرقتين مش عاوزين لغايه دلوقتي، واحنا في الدقيقه 54 من زمن المباراه يعني 14 دقيقه. وادي سيد معوض، سيد معوض لشكري، شكري على طول، ادي تيام اهو اللي نزل مكان الحسيني، وهات وخد، لو شال على طول بسرعه سيد معوض ممكن، ادي على طول انما راجع بالكوره وبيبص ويلعب على طول عرضيه، ادى الدفاع فرصه ان هو يتمركز. نوح تيام بيقولوا لي مالي اعداد معايا كويس قوي، وليد عبد السلام ابو محمد، بقى نقول ابو محمد مبروك ابو محمد الرئيس التحرير، وبدوي سعد ومحمد حامد ومايكل وفتحي الشافعي المعدين، فبيقولوا لي مالي مالي وانا مالي ماشي من مالي نوح تيام، زي الراجل اللي اسامه، زي موسى يدان اللي قاعد على الخط بره بياكل ويشرب وينام وياخد بالدولارات. تتلعب الكوره وتروح لمانجا، انا عارف ان انا هتهري، ربنا يجعل كلامنا خفيف على ملك ولا كتابه، انما هنشوف ايه الحكايه، انما احنا بنقول الوقائع، ولان لما النادي الاهلي مستواه بينزل الكره المصريه فعلا بتنزل، النادي الاهلي ونادي الزمالك والاسماعيلي والدنيا دي كلها لازم يبقى مستواها فوق. ادي رامي، ادي رامي، ادي رامي، يا سلام لو لفيت، يا سلام، شوف حسنا عين ازاي بكره رامي اللي طلع ولفها على طول عبد الله تقريبا، ويصدها المهدي سليمان، ايوه كده تروح الكره الرزق، رز يلم رز، برافو مهدي سليمان انقذ فرصه. وادي على طول سعد سمير، انما سعد على طول يلم نفسه ويديها لشريف اكرامي، شريف على طول ارضيه، وتنزل شهاب، وشهاب ادي العنصر السرعه على طول، شكري 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 شكري، بص فوق بقى وشوف هتدي لمين، راحت لك مره تانية شكري، وبيجري له الراجل، هل اوف سايد؟ في اوف سايد ولا في رايه في ايه؟ مفيش، قال مفيش، الراجل قال مفيش، رؤوف كان اوف سايد لوحده، والعرضيه على طول يطلعها اسلام صيام ضربه ركنيه، رؤوف كان لوحده خالص، والله ان زماني نكت حسين ابو السادات تقريبا. بص حضراتكم اتلعبت الكره اهي، بصوا تتلعب ده بقى، بص عبد الله لف وسطه، جميله احلى ما في المباراه، تصويبه وصده، ادي رامي اللي عمل انتعاشه وتعدي الكوره، وادي الخبره، وادي التصويبه، وادي هايل هايل هايل، احسن شوط تاني، طالما الغزل مش عاوز الاهلي هيقول له شكرا وانا اللي عايز، وبالتالي ضربه ركنيه للنادي. هنشوف تغيير، هينزل عمرو جمال، وهيطلع مين اللي طالع؟ حسام عاشور، حسام عاشور، حسام عاشور، وينزل عمرو جمال. يبقى كده يعني هقول لكم بعد اللعبه دي محمد يوسف بيقول ايه، وعرضيه هناك، هو شاف الاهلي بيوصل هناك ومفيش حد بيخلص، فنزل عمرو جمال رقم 17 وطلع حسام عاشور. هنشوف نص الملعب هيبقى مين، نص الملعب هيبقى مين، هل هيبقى شهاب لوحده ولا هيلم معاه
عبد الله السعيد في النص، ولا هيضم شكري؟ نحط عينينا على نص ملعب النادي الاهلي، مين الرفيق الدفاعي في نص ملعب لشهاب بعد خروج حسام عاشور؟ الصراحه تغيير في محله، لان انا قاعد بس اخد الكره واديها للي جنبي وخلاص، تتلعب الكره ويطلعها عمرو وتنزل، ومباراه في الشوط الثاني افضل شويه من الشوط الاول من ناحيه الحركه في النادي الاهلي والفرقتين، ولكن هناك فرق. الاهلي عنده الرغبه في الفوز مهما كان مستوايا، والمحله سعداء جدا طول ما 0-0. ويعني اشرف قاسم المساعد بتاعه بيقول له خلي بالك الولد اللي هناك ده، قول له. فاشرف قال له انا واخد بالي. المهم التعادل بدون اهداف و58 دقيقه من زمن المباراه، والنادي الاهلي بدأ يبقى أفضل بقاله 3-4 دقايق. نص الملعب هنشوف مين اللي كان هيبقى أهو، أدي عبد الله في نص، دخل في النص وفاول صح قوي. دخول عبد الله في الحتة اللي بتاعته اللي هيئة المحللين قالوها إن هو جاي من الإسماعيلي عشان يلعب في الحتة ديت، فبالتالي النهارده أهو نموذج للكلام بتاع هيئة المحللين أعتقد خالد بيومي، وبالتالي ضربة حرة مباشرة. هل الضربات الحرة المباشرة والكرات الثابتة على حدود المنطقة تنقذ النادي الأهلي النهارده؟ وفاول على محروس وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. وإنذار كمان لمحروس عشان بيتكلم. إنذار لمحروس. ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. أربعتاشر دقيقة من زمن الشوط الثاني، والتعادل بدون أهداف، وضربة حرة مباشرة من حتة كويسة لعبد الله سعيد. طبعا جماهير الأهلي قدام الشاشة بقى يتذكروا الكابتن أبو تريك من الحتة دي، كان يحطها واو كده من فوق الحيطة، إنما ضربة حرة مباشرة وعبد الله السعيد وبيشب ويحطها في الحيطة، الشابة ما جاتش كويس، وتتلاقي الكورة كل دي على فكرة إرهاق إرهاق إرهاق، تنزل الكرة للنادي الأهلي، بس بالطريقة دي ممكن النادي الأهلي يحرز هدف في التوقيت ده، لو ماشي على الوتيرة ديت الأهلي ممكن يحرز هدف، لأن المحلة انكمشت والأهلي بقى أكتر داخل المنطقة، إنما لسه ما فيش الحلول. نزول عمرو جمال نشط أيضا قدام شوية، وأدي كورة إنما التصويبة ما فيش، يلمها سيد معوض ويلم سيد معوض ويلعبها على طول لعمرو، عمرو اللي بيبقى في نص الملعب، عمرو في نص الملعب، تنزل الكرة على طول، ومين هيشوط من هنا؟ تخبط في الدفاع وتروح على طول لمانجا، مانجا يلم، مانجا يلم على طول لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد من الوضع واقفا أمامية وضربة مرمى لغازي محلة. عشان أخلي المشاهد يعني في إيه اللي بيحصل في المباراة دي، امبارح كان القناة مدافع كده، لكن كان لاعبي خط الوسط بتوع نادي الزمالك عندهم المهارة اللي تخش في كرش، وأنا قلت كده تخش في كرش وبعدين قلت تخش في عمق. لاعبي خط وسط النادي الأهلي ما عندهمش الدخول بالكورة بهات وخد، رغم إن هم كثرة عددية هنا، فهو زي ما حضرتك شايفين كده بيمشوا بالكورة أو بيشوط غلط، إنما النهاردة الراجل أهو مقريف. شوفوا الجماهير، وفي لاعب من الارض لقطه حلوه قوي من مخرج مباراه، وفي لعيب واقع على الارض، هنشوف مين ان شاء الله يقوم سليم. بتفرق من فرقه لفرقه، وزي ما قلت قبل كده تخطيط الاحمال، يعني حمل امتى يبقى عالي وامتى ينزل بيه المدرب، والمباراه امتى وهريح بعديها ازاي، واللعيب ده يعني امبارح كانوا بيقولوا انه جاي ميدو جايب ناس عشان يشوف ده جرى كام كيلو، جرى كام كيلو واشوف اللي اقل اديله جرعه رياقه زياده، حاجات كده كتيره جدا 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 في عالم التدريب، اللي الدوري على سهوه بدا والمدربين على سهوه عملوا اعداد بعد 100 اعداد قبل كده. وبعدين تخطيط الاحمال مش اي مدرب عارفه، انا ممكن اكون مدير فني عالي جدا، مستر فييرا كان معاه مخطط احمال هايل، انت تجريني اللعيبه وانا اكاتشن، هي كده، انما كاتشن وجري وانا ما اعرفش اجري واعمل تخطيط احمال بيفتصوا مني اللعيبه ويتعوروا. انا ما بتكلمش على حد، انا بتكلم عادي على اي حاجه في التدريب في مصر، لان كل يوم ويوم بيلعبوا ماتش والناس مش جاهزه، والذكي هو اللي يخطط احماله كويس ويحط اللعيب في فورمته معقوده. ادي سيد معوض وفوق، واحد يقول لك وبيباصي غلط ليه؟ عنده حمل،
تعبان محمل كده وبس، ما حدش بيبقى عارف ايه الحكايه. مش لما يكون في واحد مريض نفسيا الناس تقول لك ده جراله ايه ده، يوم يودوه لدكتور نفساني يقول لك اه اصل عنده كذا. هي دي الحكايه كده، لازم انت تكون فاهم الراجل. يعني عبد الله السعيد كان شطه بتروح فين النهارده، مش ما فيش، لازم تدرس ايه الحاله. سيد معوض كان بيرفع كويس قوي، ايه الحكايه كده بالمنظر ده؟ يعني تتلعب الكوره وتنزل على طول في نص ملعب عند ريز، تروح الناحية التانية هناك عرفات. عرفات لو دخل في عمق الدفاع على فكرة ممكن جدا يتعب الأهلي، إنما هو رميه على الطرف الشمال ومريح النادي الأهلي. اجري زي ما انت عاوز هنا، اجري زي ما انت عاوز هنا انت وريز، وبعدين بعد كده هتتقطع او هترفعها تلاقي حد. رجع رزق بيها ورجعها مطرح ما جت، واي حاجه تتقطع الكوره. اشرف قاسم الاثنين اللي بيلعبوا كوره لازم يلعبوا في العمق عشان خاطر ايه يعني يخلص اذا كان عاوز يخلص. اما النادي الاهلي فبالمنظر ده رغم السوء بتاع ادائه، انما انا اعتقد انه اقرب لثلاث نقاط لو قرص شويه او نجح ان هو يبقى يعتني باللمسه الاخيره. تمنتاشر دقيقة تقريبا من زمن الشوط الثاني والتعادل بدون أهداف بين النادي الأهلي وغزل المحلة. وبص عاوز يعمل هاتو خد من فين، إنما فيها فكرة وعمل ضرب الجزاء. عمل ضرب الجزاء وإنذار، هنشوف ضرب الجزاء. هو اللي واخده وراجع بيه ضرب الجزاء على إسلام صيام، إنذار إسلام صيام هو واخده ورق. بص النظره ديت بيقول له اعمل لك ايه، احنا غلابه. بص هنشوف الاول عشان ما نظلمش الحكم، يعني بتحصل في احسن حاجه. واخده ونازل بيه الصراحه، يعني الصراحه احنا ظلمنا الحكم. يمكن قرار صح جدا، اول حسنه يعملها احمد رؤوف ان هو يجيب ضرب الجزاء، وفعلا خطا جامد قوي على اسلام صيام. وابوك يا عم حكم دولي، لما تروح قول له انا غلطان يا بابا ولا لا، هيقول لك ده انت ضيعت الفرقه. في حد يحضن الرجل وينزل بيه كده اهو، يقول له بص والنبي بايه مسارعه ولا كرم جابر جابوا كتاف. المهم ضرب الجزاء للنادي الاهلي في الدقيقه يعني 65، يعني في الدقيقة 24 من زمن الشوط الثاني، وضرب الجزاء وللنادي الاهلي اللي يستحقها لان هو اللي بيحاول يهاجم. فرقة التانية مش عاوزة تهاجم، طب خلاص. عبد الله سعيد وجها لوجه للمهدي سليمان، وضرب الجزاء في الدقيقة 20 من زمن الشوط الثاني، وبيبرق له كده بيقول له انا خلي بالك انا عبد الله، والثاني بيقول له انا المهدي، وعبد الله عبد الله عبد الله، وهدف هدف الاول للنادي الاهلي عبد الله السعيد في الدقيقة 20 من الشوط الثاني من ضرب الجزاء. يتقدم النادي الاهلي بهدف من ضرب الجزاء صحيحه بصراحه ربنا، نقدرش نتكلم. يحط عبد الله السعيد هدف النادي الاهلي، ولسه قلت لكم ان الاهلي هيكسب او هيحرز لان هو اللي ليه رغبه، اما غزل المحله ملوش رغبه. دلوقتي بقى بعد لما الهدف يخش في غزل المحله هتلاقيهم بيهاجموا. طب الله، هو الدوري العام فرقه بتدافع وفرقه بتهاجم، ما هتشوف دلوقتي هتبص تلاقيهم بيهاجموا، وهتلاقي في خطوره على مرمى الاهلي، وهنشوف بقى مباراه ثانيه غير اللي فات. والاهلي ضرب الجزاء صحيحه، وعبد الله السعيد يحط هدف التقدم للنادي الاهلي في الدقيقه 20 من زمن الشوط الثاني. انتفض محمد يوسف الصراحه الله يكون في عونه، واشرف قاسم بيقول ايه اللي جابني هنا، وتروح الكوره عند سعد سمير، وسعد سمير يلعبها لرامي. ده الفرق بين الفرق اللي هي عن لعبتها تقبل هزيمه، ودي ميزه الاهلي بيبقى في لعبته في اسوء حالاته ده بيقول لك انا الاهلي، وبالتالي يروح الفينال هي بتلعب واخبار. ادي كل العمليه، انما اللي ساعده النهارده الصراحه غزل المحله ساعدت الاهلي انه يقف على رجله، وخاصه في الشوط الثاني ادائهم افضل من الشوط الاول، وعبد الله السعيد دخل في العمق الدفاعي في عمق الدفاعي بتاع غزل المحله، والتغيير اللي عمله الصراحه محمد يوسف خرج حسام عاشور اللي واقف في نص الملعب يا دوبك اقول له خد دي وماليش دعوه بيها تاني، فنزل عمر جمال. عمرو جمال متجول ولعيب سريع وناشئ كويس، وانا زعلت جدا اللي طلع رمضان صبحي، انا لو منه والله العظيم ثلاثه خلاص، ما هي زيد زعبيد اكسب بقى واحد للنادي الاهلي، يعني هو اللعيبه كويسه ومتاسسه.
تتلعب الكوره وعلى طول على صدره عرفات وبنجا معاه ورامي وسابوه الاثنين وهيعمل ايه؟ انما لوحده ما يعملش حاجه. هل طلعت ولا لسه؟ لسه بتلف وبيقول لك انا طلعتش. هو الكوره مع رزق ورزق على طول بالعرض والراجل استلم تيام انما ما فيهوش حيل وقع وتتخطف منه الكوره وحسنا علي والمباراه يعني السؤال كابتن شبير حد مباراه الشوط الثاني هيعمل ايه؟ الكل كان يائس من السؤال انما تقدر دلوقتي تقول عمل الولد ده عمل نوع من الرواق في نص ملعب عمرو جمال وتنزل الكرة والمحلة بدأت تبقى نشيطة هجوميا بعد هدف عبد الله السعيد في الدقيقة 20 من ضرب الجزاء. زمان كنت بقول اللي في البلكونة خش الأهلي جاب جون أو الزمالك جاب جون لما الأمور تتأزم. دلوقتي ما فيش بلكونات كل الدنيا ساقعة وقاعد جوه تحت اللحاف ولا البطانية. بقول لهم بقى اللي كان في المطبخ بيعمل كوباية شاي عبد الله السعيد جه وعمل ضرب الجزاء سليمة جدا رؤوف عملها الحسنة الوحيدة. إسلام صيام حضن الراجل وجابه اكتاف وقرار سليم من الحكم في هذا الموقف. تتلعب الكورة وتنزل لسيد معوض وسيد معوض وعلى فكرة ده الفرق بين الفرق الكبيرة والفرق الصغيرة. فرق كبيرة بتقبأ ان هي تتغلب حتى وهي وحشة ولكن الفرق الصغيرة لو عندها طموح ممكن تخطف يعني زي المقاولين بيخطف زي الداخلية كده خطفت عنده طموح وادي فاول انما قال لك بقى ما افوتها النبادي لشهاب الدين وشهاب الدين يرجع الكرة ورا ناحية الشمال هناك عند محمود بزيد. محمود بزيد عند عمرو رمضان يتلعب الكورة لوحده رزق طبعا فيهاش حاجة خالص. يخش بزيد وينقذ الموقف وبيبص هيرفع لمين مفيش حد يلعبها لنفسه ويتحجز نفس حجزة وائل. ايوه نفس حجزة وائل. في حكم بقى يرفع ايده ودي انذار. دي صح قوي الصراحة يعني دي صح ضد مين؟ شهاب تقريبا. هنشوف الورقة اتملت انذارات ضد مانجا ادي نفس اللعبة وصح جدا ضد بزيد فمانجا خد انذار. مانجا خد انذار مستحق وضربة حرة مباشرة لغزل المحلة. ضربة حرة مباشرة لغزل المحلة وشريف اكرامي بيوقف الحيطة بتاعته وداخلين على الدقيقة 70 من زمن الدقيقة 25 من زمن الشوط الثاني واصبحت النتيجة 1 الاهلي لا شيء. غزل المحلة احرز الاهلي عبد الله السعيد في الدقيقة 20 من ضرب الجزاء وتصويبة وضربة مرمى للنادي الاهلي من بزيد محمود وضربة مرمى للنادي الاهلي. شريف اكرامي تغييرين عملهم محمد يوسف نزل مانجا تغيير اضطراري بعد طرد وائل ونزل عمرو جمال تغيير اضطراري برضو بعد وقوف حسام عاشور راجع مش في فورمته ابدا. الراجل ده كان مصاب وبيلعب لم هو من ساعة ما رجع مش في فورمته لازم يشوف ايه الحكاية لان ده لعيب مجتهد جدا ولعيب فايتر فلما يكون واقف بالمنظر ده لازم تدرس حالته عشان كده مش في حقه مش كويس على الاقل في حق حسام عاشور مش كويس لان حسام عاشور من اللعيبة المجتهدة اللي هي نجوم في خط وسط النادي الاهلي وياما انقذ مواقف وياما كان نجوم مراه انما هو شكله مش قادر فبالتالي وبعد اصابة اذا الدكتور بتاعه او هو ايه بالظبط لازم يدرس حالته عشان اللعيب لا تسوء حالته وبطلعه ده نفسيته بتتأثر وبتنخفض وانت في عرض واحد زي حسام عاشور. تتلعب الكورة وتروح ناحية الشمال محاولات هجومية اهو من غزل المحلة بعد المرمى بتاعهم ما جاء فيه جون بتاع عبد الله السعيد من ضرب الجزاء وادي نوح اهو ونوح يلعب على طول لرزق يلعبها رزق وبيلاقوا بعض بالصدفة على طول تنزل الكرة في نص ملعب لنوح ونوح يلعبها للمجتهد محمود بزيد. محمود بزيد بيمشي الراجل بيمشي وماشي ومخرم وماشي وبيدور هيدي لمين يلعبها بينية وحشة طبعا يقطعها سعد سمير ويديها لشكري شكري يرجعها لشريف اكرامي. 26 دقيقة من زمن الشوط الثاني و تقدم النادي الاهلي بهدف لعبد الله السعيد في الدقيقه 20 من ضرب الجزاء صحيحه للنادي الاهلي ضد اسلام صيام
عمل فاول مع احمد رؤوف. الاهلي في الشوط الثاني افضل، التغيير اللي عمله محمد يوسف نشط نص ملعب شويه، ومن حسن حظ النادي الاهلي ان بيلعب فرقه مش عارفه بعضيها، ما عندهاش طموح الفوز، اسماء حلوه ولكن تغيير مدربين عمل ما فيش انسجام. الناحيه الدفاعيه اي حد يقدر يعملها واي مدرب يقدر يرسمها، التنفيذ الهجومي هو الاصعب بالنسبه لاي مدرب، بس لازم يكون متعايش مع الفرقه وعارف امكانياتك. كابتن اشرف ضيف لسه ما يعرفش مين مع مين، وتطلع الكوره بره الملعب اوت عشان خاطر محمود ناجي العضله اهو الباك اليمين، يعني ان شاء الله يقوم سليم. المحل عمل التغيير واحد وهنشوف التغيير الثاني النهارده. الصراحه بنفتح الاكسترا سي بي سي كده، لقيت مؤتمر صحفي لعادل لبيب، واحد يقول لي ايه اكسترا دي، اقول له ما شفتش المحطه الجديده بتاعه سي بي سي اكسترا سي بي سي دي 24 ساعه وماشيه زي الفل وفيها شباب، ادي ضربه الجزاء اهو. لقينا عادل اللي هو عادل لبيب عامل مؤتمر، هو سيد محافظ الجيزه ومعاه الصحفيين عشان العشوائيات، والناس بتطالبه اللي بيقولوا له لو سمحت قولوا لنا انتوا بتعملوا في انهي حته عشان نروح نصور. وانا برضو بكرر الكلام تاني، ليه المحطات الفضائيه تروح وتصور وتسال وتحرج المسؤولين من الناس اللي مش عايشه تحت الارض دي، عشان نحرك المسائل والناس تحس ان احنا داخلين في عهد جديد ان شاء الله. هيطلع طبعا محمود ناجي، هل هيكمل ولا لا؟ في تغيير تاني اهو، هيطلع رقم 25 ولا رقم كام ده 20، عبد الرحمن محي ده لعيب كان في الترسانه وراح الاتحاد بيلعب في نص ملعب كويس، هينزل عبد الرحمن محي رقم 20، وهنستأنف مع بعض ب رمي التماس للمحله يدوها بروح طيبه كده للاهلي. نزل عبد الرحمن محي مكان محمود ناجي الباك الشمال. التغيير الثاني لغزل المحله، ولا زال تقدم الاهلي بهدف لعبد الله السعيد بعد 20 دقيقه من ضربه جزاء صحيحه. ضربه مرمى لغزل المحله تتلعب على طول. المهدي سليمان أمامية بره الملعب أوت. سيد معوض سعد سمير ورا لشريف سعد سمير شهاب تعدي وتروح لرامي عمرو جمال يلعبها على طول لسعد. كل ده ماشي. سيد معوض ياخدها تاني وتروح لسيد شهاب. سيد شهاب رامي مانجا مانجا ايه ولا اوفر صح. وضربه مرمى لغزل المحل. رؤوف اهو رقم تخن على فكره، وزنه زاد. لما تشتري اللعيب ما تشتريش اللعيب بسمعته، تشتريه باخر دقيقه لعب فيها الماتش، الشكل عام ايه ولياقته ايه وكلام من ده ايه، عشان في انديه بتضحك على انديه بيبقى اللعيب مصاب وتاخده خد النجمه واللي انت عاوزه. بس شفنا دومونيك ظاهره تستحق الدراسه، دومونيك النهارده لو بيلعب هنا كان هد الدنيا، انما اعتقد يعني ان الزمالك خطف، فاكرين عبد العال لما الاهلي خطفه من الزمالك، دومونيك ظاهره تستحق الدراسه. وانا لو مسؤول اجي مسؤول في النادي الاهلي اقول له تعالى الراجل ده كان سليم ولا مش سليم، سنتين بيتعور ولا لازم النادي الاهلي يعرف كينونه الراجل ده هوت. وهنشوف الحكايه. وادي التغيير الثالث، دروجبا هينزل احمد حسن دروجبا. بس دروجبا مستو حاجه واحده بس، ان هو يبقى جوه الصندوق وعاوز اجناب تشتغل، لانه ما حلتوش غير ضربات الراس ومستو يعني، ودي حاجه كويسه. فالنهارده هيفضل واقف ناشف في نص الملعب، لان لازم يوصل لمنطقه 18 الاجناب وترفع له. هنشوف. عموما اخيرا يا كابتن اشرف قاسم عاوز يعمل تغيير هجومي،
هنشوف بالظبط ايه الحكايه في الدقيقه 32 من زمن الشوط الثاني، والاهلي متقدم بهدف احرزه عبد الله السعيد في الدقيقه 20. هينزل هيطلع رز وينزل دروكبا. ميزه دروكبا انه هو زي ما قلت لحضراتكم لعيب يجيد العاب الهوى، فعشان يجيد العاب الهوى لازم يكون في كرات عرضيه من الاجناب. الاجناب بتاعه غزل المحل ما بتوصلش الا يمكن محمود بنزيد بيحاول. هنشوف بقى 32 دقيقه، واحد الاهلي لا شيء غزل المحل، عبد الله السعيد احرز الهدف في الدقيقه 20 من ضربه جزاء صحيحه. الاهلي بيلعب 10 لعيبه منذ الدقيقه 22 من الشوط الاول لطرد وائل جمعه، وغزل المحله بيلعب 22 دقيقه من الدقيقه 31 او 30 من الشوط الاول ايضا بعد طرد ماندو. تتلعب الكوره وفاول وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ده رؤوف خد حته كده كوع من نوح تيام، جامده شويه الصراحه الراجل، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. لسه بقول لحضراتكم تتلعب الكوره لسعد سمير، شريف اكرامي تخبط في دروكبا، تخبط في دروكبا ولسه ما سخنش ولسه ما طلعش، وعلى طول ينقذ الموقف يعني رامي ربيعه الحيويه والشباب، وخطا قاتل من شريف اكرامي، ربيعه غطاه وضربه ركنيه لغزل المحله. طرائف وعجائب، انما الراجل دوت كان نايم على الدكه وفوجئ كده ان اشرف بيقول له تعالى فلسه ما صحاش، وتتلعب الكره عرضيه يطلعها شهاب وتنزل، والمحله بدات تبقى في نص ملعب النادي الاهلي لاول مره في الشوط الثاني، وفاردة في الشوط الاول، انما النادي الاهلي لاول مره برضه تلاقيه في نص ملعبه، ونشاط هجومي كده، حلاوه روح لغزل المحله، لازم اقول حلاوه روح لان هو مش عاوز. تتلعب الكوره وتروح على طول اماميه وفاول صح لغزل المحله. التغيير الثالث محمد نجيب، هيطلع رامي في نص الملعب ومحمد نجيب ينزل، وهنشوف هيطلع رؤوف 100% وعمرو جمال يبقى راس حربه. هو ده التغيير المحتمل، عمرو جمال يطلع راس حربه ورامي ربيعه في نص الملعب ومحمد نجيب ينزل، وانذار لشكري. طلع رؤوف اهو ونزل محمد نجيب، التغيير الثالث للنادي الاهلي، نزل نجيب، هيبقى عمق الدفاع بتاع النادي الاهلي محمد نجيب وسعد سمير، نص الملعب هيبقى شهاب وربيع، وقدام هيبقى عمرو جمال، ووراه على طول عبد الله السعيد، ولو مانجا النهارده في حالته وسيد معوض لو في حالته في اجناب كان ممكن يبقى النادي الاهلي افضل كتير. هنقول شكري، هو شكري مش في حالته على طول الصراحه، يعني بيفقد كل يوم من رصيده، كان لما طلع كان يعني امل الاهلاويه فيه ان هو يقدر يبقى نجم النجوم الكبار، انما هو وعفروته والناس دي كلها، انما حظوظ بقى واخد بالك وكسل، وقول زي ما انت عاوز. تتلعب الكورة وفي نزعة هجومية لغزل المحلة وفاول ضد معتز محروس، وعلى الأهلي إنه يخلي باله، وإحنا في الدقيقة 36 من زمن الشوط الثاني وهو متقدم بهدف، ونجيب لسه نازل، وتروح الكورة ضربة مرمى للنادي الأهلي. بقول لحضراتكم كابتن شوقي غريب وجهازه هيحتار هذا الموسم. شوقي غريب مع علاء نبيل طبعا، والكابتن علاء نبيل والكابتن اسامه نبيل وعبد الستار صبري واحمد حسن ومحمد سلام مدرب حراس المرمى، والجهاز الطبي طارق سليمان، دكتور طارق سليمان والدكتور حسام الابراشي وحسين حمزه، وكمال عبد الواحد بخط احمال، وسمير عدلي الراجل الجميل
اعتقد ان هو بيتجولوا في الملاعب ويجتمعوا بالليل يقولوا لقيت حد، يقول له والله ما لقيت، امال انت بتعمل ايه؟ يقول له الملاعب فاضيه. فاضيه ازاي يا راجل؟ ما في دوري شغال. يقول له بس ما فيش اللي احنا عاوزينهم، تتلعب الكوره وتنزل وتلف وتروح هناك، لو رفع على طول تبقى فيها خطر، انما وقفها ويلعبها بالعرض هناك، مين هيشوط من هنا، وتنزل الكوره ومقفلين عليه وتصويبه وحشه قوي، ترد وتنزل في نص الملعب. النادي الاهلي بيحاول انه يستريح بهدف ثاني، ولكن غزل المحلة والرعونة بتاع التمرير نادي الأهلي مفيش، يقطع عمرو رمضان ويطلعها على طول أمامية وتنزل عند رامي، عامل نشاط كويس قوي رامي الصراحة في لما دخل في الحتة بتاعته، ولما طلع في نص الملعب، ولما عمل الهجمة العنترية اللي راح بيها برضو وكان بدايته من عندها، ولما عمل نوع من الثقة الصراحة الراجل. أدي محمد نجيب والنادي الاهلي بيحاول يفنش بسرعه، انما تتنقل الكوره وتطلع بره الملعب اهو، ترمي التماس. النادي الاهلي ناقص له تغيير، نفسي اشوف موسى يدان، ونفسي اشوف عمرو بسام كمان، نفسي اشوف عمرو بسام يبقى النادي الاهلي في الدوري التعبان ده. عمر بسام واخد بال، طلعوا فيا المعجين مره واحده، حاضر عمر بسام يعني. والاهلي خلص فعلا الثلاث تغييرات، ما الواحد سرح منهم النهارده اهو، نزل محمد نجيب ده التغيير الثالث، صح لنا حق نسرح في هذا اللقاء. تروح الكره على طول في نص الملعب عكسيه لسيد معوض، يسيبها لعمر، تتلعب لشكري، يلم شكري، سيد معوض، شهاب، مانجا، هاتوا خد لمانجا، انما خد كوع كده صح جدا، وانذار صح 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 صح، انذار الانذار الثاني ل محمود بازيد، بيقول له انا محمود بازيد، وطرد انذارات كتيره، انما بيني وبينكم مستحقه اهو، هاتوا خد. وعلى فكره الضرب بالكوع ده هوت ولا المسك، المهم انذار وطرد، وهيبقى غزل المحله هيلعب 9 لعيبه، واشرف قاسم يمكن الماتش الجاي يلعب معاهم، هيجيب لعيبه منين؟ 2 طرد اهو، الراجل واقف اهو الله يكون في عونه، وطرد ليه محمود بازيد. والنادي الاهلي رجعت له مره ثانيه ان هو يبقى متفوق عدديا، ومعاه هدف كمان بضرب الجزاء في الدقيقه 20 لعبد الله السعيد، هنشوف هل هيستغل الاهلي الزياده العدديه دي. والراجل بيسلم عليه بطريقه اوروبا، هو ريال مدريد عاوزين يجدع من كده، ناقص بس الجمهور يسقف له وكده يبقى يعني، انما روح طيبه من محمود بازيد. والراجل طالع وباك كويس على فكره، لازم نقول الحق، عامل شغل كويس، بس مفيش الجماعية في الأداء. وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي، 85 دقيقة من زمن الشوط المباراة، يعني 40 دقيقة من زمن الشوط الثاني، وباقي على انتهاء الشوط الثاني والمباراة حوالي 5 دقائق غير الوقت البدل الضائع. والأهلي 1 وغزل محلة لا شيء، والكروت زي ما شفنا كده المحلة 2، محلة متفوقة على الأهلي 2-1 في الكروت. ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي وعبد الله السعيد، يرجع كرة ورا تنزل لسعد، لشهاب، رامي يلعبها في الجنب، عمل شغل كويس في نص الملعب، ترجع مرة تانية لشهاب، شكري، سيد معوض، ترجع ورا من شكري لنجيب لسعد. طبعا ده مش ناحيه خططيه، هي قله حيله، يعني انت النهارده بتدي ده وده وده وده، طب وبعدين اللمسه الاخيره انت رجعت الكوره مطرح ما جت، انما لو انا بنقل وبنهي لما هي كده هوت، يعني ايه الحمد لله للكرة معانا
والحمد لله ناقص 4 دقايق والحمد لله احنا متقدمين. ولكن انا طبعا النهارده اتكلمنا كتير في سوء حاله النادي الاهلي وفي سوء حاله غزل المحله. بنتكلم على اساس ان النادي الاهلي هو احد اعمده الكره المصريه، وان يعني غياب لاعبيه عن النجوميه وبتاع بيأثر على المنتخب القومي، وهنشوف ايه اللي هيحصل. وتنزل الكره لسيد معوض، يلم سيد معوض ويرجعها، والعرضيه الوحشه من شكري تنزل وتروح على طول لغزل المحل. هجمه عنطريه كالعاده لعرفات تتقطع، وتروح الكوره لشريف. النهارده وانا جاي في المحور الصراحه في مجهود كويس قوي، بيبيضوا الاسوار وكنسين الشوارع، فكروني بايام الدكتور نظيف لما كان ساكن في اكتوبر. بعد لما راح دكتور نظيف بقت ايه، مفيش مقاش حتى حد كنس. تعدي الكوره وتروح ناحيه الشمال عند سيد معوض، يلعبها سيد يطلعها عمرو وتصويبه. مجهود كويس في كل احيان يدل على ان مصر داخله الى حاله الامان مره تانية. لكن رحت ليه زي ما قلت لحضراتكم في الشوط الاول لميدان جهينه، لقيت بتاع المناديل بيوقفنا. صحيح الاشاره بالزمنيه شغاله انما الناس بتكسر، وربنا ستر كل واحد ماشي هنا وهنا، وبعدين ربنا ستر كانت هتحصل مشكله. في كل بلاد العالم الاشاره دي بتبقى معاها يعني الكاميرا اللي احنا بنهاتي فيها امنيا كمان. تتلعب الكوره وتنزل ويخطفها غزل المحله، 88 دقيقه 89 دقيقه وناقص دقيقه على انتهاء الشوط الثاني والمباراه، والاهلي على اعتاب الثلاث نقاط اللي هيبقى يعتلي بيهم القمه مره ثانيه، لانه هو عنده يعني 9 اهداف بس المقاولين هياخد منه المركز الاول، لان المقاولين عنده 14 هدف. لكن مش مشكله، المباراه ديت الاهلي هيستعيد مره ثانيه هويته وينط على المركز الاول مع المقاولين. وسموحه اللي ساعدته النهارده في التعادل مع الاتحاد عندها 13 نقطه، وهيبقى صراع ما بين ما بين المقاولين والاهلي وسموحه، والاتحاد عن بعد كده بيغزله المركز الرابع. 3 نقاط كويسه صححت من اوضاع الاهلي في الجدول، ولكن عامله قلق لكابتن حسن حمدي وجماهير النادي الاهلي في مباراه السوبر وفي مشوار الدوري العام. وزي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي وروح الفانيلا دائما هي اللي يعني بتخليه في الاوقات الازمات هي اللي تلعب. واحد يقول لي طب ما الكلام ده زمان لما كان كل لعيبه الاهلي من الاهلي، اقول له لا، الاهلي لما يشتري لعيب يدخله اوضه كده ويشربه كوبايه اسمها روح النادي الاهلي، روح الفانيلا. ادي كل الموضوع، في لعيبه بتشرب 50 كوبايه بس مبقاش فيه روح وبيبقى مقلب في الشراء. تتلعب الكوره وعمرو بدماغه يصلح على طول لرامي ربيعه، تتخطف خدها غزل المحله. بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع اللي مدته 4 دقائق، والاهلي متقدم بهدف لعبد الله السعيد في الدقيقه 20 من هذا الشوط من ضربه جزاء سليمه وصحيحه. وغزل المحله بيحاول في الاخر بقى انه يهاجم، وهتروح الكره اماميه هناك هيلحقها طبعا صعب على عبد الرحمن محيي اللي نزل مكان محمود ناجي، وضربه مرمى للنادي الاهلي. على فكره برضو وانا داخل مبوض نتيجه الانتاج، كان الاول بيفتحوا الصندوق العربيه ويجيب مرايه يحطها تحت، الناس خلاص بقى نسيت، فبقول لهم حذاري احنا لسه في حاله تحفز، فلازم الشنط تتفتح والمرايه اللي تحت العربيه تبقى موجوده، لان احنا لسه بدري على الكلام ده يا جماعه. تتلعب الكوره وعلى طول اماميه بره الملعب اوت، نوبه النوم، عاوزين نوبه صحيان على طول. طبعا النجيله طلعت في رجل اللاينز مان محمود لطفي، ولا باين دي نص نعل مركبه ولا ايه مش عارف. فاكرين نص نعل زمان؟ كانت الجزمه يتركب لها نص نعل ونعل، الشباب بتاع الايام دي ما يعرفش الكلام ده. تتلعب الكوره
ومحاولات من غزل المحله في الدقيقه الثالثه من الوقت البدل الضائع، والنادي الاهلي متقدم بهدف لعبد الله السعيد في الدقيقه 20 من زمن الشوط الثاني من ضرب الجزاء، وهيئه المحللين بتستعد عشان تقول للكابتن شوبير ايه اللي جرى، والكابتن شوبير محتار في الاسئله اللي هيقولها لهم. والمهم ان النادي الاهلي نط على مركزه المحبب، ولكن في مزاحمه من المقاولين العرب اللي خطفت منه بنسبه الاهداف، جايب 14 هدف النهارده الاهلي 10 وعليه 3 والمقاولين عليه 5. المقاولين النهارده فقد نقطتين امام المقاصه، تتلعب الكوره وتطلع بره ملعب اوت او لمسه يد. طبعا المقاولين اصبح فرقه قويه، فكل الناس بتعمل حساب الاولاد، فبدران لازم ياخد باله، رضوان لازم ياخد باله ان كله دلوقتي هيلعب معاه جامد، فرقه جامده، فبدا يفقد النقاط اهو، اول نقطتين اهو بيفقدهم. وضربه حره مباشره لغزل المحله، وبنلعب في الدقيقه الرابعه من الوقت بدل الضائع لمدته 4 دقائق، والاهلي متقدم بهدف، وتتلعب الكوره ولاعب المحله هو اللي طلعها بره الصندوق، وهجمه للنادي الاهلي، وعمرو على طول بياخد مشواره، الراجل السريع اهو ارمي قبل الاوفسايد، طلعه اوفسايد. يا سلام يا سلام، الراجل بيجري، وبعدين هنا الذكاء، وهيدي له انذار عشان شاط الكوره، لا في افراط اهو. هو القانون بيقول اه كده، انما عمرو خد انذار اهو، الورقه خلصت، عمرو خد انذار، عمرو جمال، ولازم يتعلم الصراحه. تاخير كان ممكن يبقى هدف، انما التمريره وحشه اتاخر فيها لاعب خط وسط النادي الاهلي. اعتقد كده الحكم هيصفر، وابراهيم نور الدين حكم اللقاء صفر بانتهاء الشوط الثاني، والمباراه بفوز النادي الاهلي بهدف لعبد الله سعيد في الدقيقه 20 من زمن الشوط الثاني من ضرب الجزاء. مبروك للنادي الاهلي، حظ اوفر لغزل المحله. اعزائي مشاهدي قناه النادي قناه سي بي سي، كان معكم معلق رياضي محمود بكر، واترككم للكابتن احمد شوبير وهيئه المحللين الكابتن حسن السكاوي، الكابتن ايمن يونس، الكابتن خالد بيومي، فالى هناك.